بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم العافية أخوان. نبدأ إن شاء الله. هذه طبعا كورس الهيت ترانسفير، وهذا تشابتر 1 بيتكلم عن الانترودكشن والبيسك كونسبتس اللي هي المفاهيم الأساسية. إذا تشابتر 1 بيحكي عن الانترودكشن والبيسك كونسبتس. طبعا في البداية بيعرف الهيت وبقول إنه هي form of energy، هي عبارة عن شكل للطاقة، شايف، that can transfer، ممكن تنتقل من object لثاني لآخر. إذن from object to another، إذن تنتقل من جسم لآخر. طبعا السبب due to ايش؟ تو دلتا تي، لانه في عندنا فرق في درجه الحراره. اذا الحراره هي شكل من اشكال الطاقه، واللي بتنتقل من جسم لاخر نتيجه لايش؟ للدلتا تي، اللي هو يعني ايش؟ اللي هو يعني التمبرشر ديفرنس. اذا في فرق في درجه الحراره، يعني عادة لما يكون عندنا جسمين الحرارة بتنتقل من A ل B، الحرارة بتنتقل من A ل B لأنه إيش؟ تي A أكبر من تي B، كويس؟ الحرارة بتنتقل من درجة الحرارة الأعلى، من الجسم اللي درجة حرارته أعلى للجسم اللي درجة حرارته إيش؟ أقل. طيب في عندنا الثيرموديناميك، عندنا الثيرموديناميك. تعريف الثيرموديناميك هو العلم اللي بتعامل مع الهيت والورك، كويس؟ إذن هو العلم اللي بيهتم بالهيت وانتقالها ايش وكيف الأجسام توصل للإكوبريوم. إذن اللي هو الساينس that deals، إذن هو العلم اللي بتعامل with heat and work of the system، إذن بتعامل مع الحرارة والشغل تاع النظام. طيب في عندنا حاجة اسمها الهيت ريت، عندنا حاجة اسمها الهيت ريت، وهي عبارة عن ايش؟ الهيت ريت هي عبارة عن التشينج، او هي عبارة عن الانيرجي بالريت اوف تايم، يعني هي عبارة عن الطاقة الحرارية. اذا it is the energy اذا it is the heat energy، هو عبارة عن الهيت انرجي بير يونت تايم. طيب طرق انتقال الحرارة، ميثودز او مودز اوف هيت ترانسفير. صراحة في عندنا ثلاث طرق لنقل الحرارة، عندنا كوندكشن، وعندنا كونفكشن، وعندنا راديشن. كوندكشن يعني اللي هو توصيل، وكونفكشن يعني حمل، وراديشن يعني ايش؟ إشعاع. معي؟
طيب نكمل يا اخوة. الانجينيرينج هي ترانسفير اي بروبلم، صراحة ممكن تنقسم لطريقتين، اما ريتنج او سايزنج بروبلم. يعني في الهيت ترانسفير، الهيت ترانسفير بروبلم المسائل في الهيت ترانسفير بروبلم يا اما من نوع ريتنج يا من نوع سايزنج. يعني يا بتركز على الريت يا بتركز على ايش؟ على السايز، على اللي هو يعني الكميات. طيب شو الفرق بين الريتنج والسايزنج؟ صراحة الفرق بين الريتنج والسايزنج انه الريتنج بروبلم deals with determination of heat transfer rate. يعني هذه بنحدد فيها الريت اوف هيت ترانسفير اللي هي الكيو دوت، ماشي الحال؟ طيب اما السايزنج بروبلم فهذه ايش بيسوي فيها؟ هذه بتتعامل مع تحديد السايز اوف سيستم، يعني اللي هو يعني هون حيكون في صراحه في حساب كالكوليشن. يعني هون الكيو الكيو الحراره، يعني هون بيشتغلوا على الكيو دوت وهون بيشتغلوا على الكيو. هون بهمنا صراحه نعرف اللي هو بهمنا نعرف السيستم سايز، يعني الفوليوم. كويس. فإذا المسألة الفوليوم فيها مهم، طبعا الحرارة الكيو مرتبطة بالفوليوم، مرتبطة بال، لكن الكيو دوت صراحة يعني إذا مش مرتبطة بالفوليوم فهذه مسألة ريتنج، أما إذا الهيت مرتبط بالفوليوم هذه مسألة سايزنج. طيب برضو كمان أحيانا بيكون عندنا في انجينيرينج وعندنا إيش؟ عندنا الانجينيرينج بروبلم برضو كمان في لها كمان تصنيفين. في عندنا اكسبيرمنتال أبروتش، وفي اناليتيكال ابروتش. الفرق ما بينهم طبعا هذا كله يا شباب ملوش دخل في الكالكوليشن، يعني بس الخوف انه هو يقول لك يعني ايش هذا ليش ايش الاناليتيكال وايش الاكسبيرمنتال، والا يعني ما في اسئله يعني ممكن، يعني ما بعرف انا ممكن يجي عليها. هو دكتور احنا خايفين الدكتور بقاس صاحب السلايدات معروف من زمان يحب الاسئله كلام الثيوريتيكال يعني ايه انا ما قاعد يعني اقول لك، يعني اذا هو من النوع اللي بيجيب له سؤال او سؤالين. السوداني هذا؟ لا لا والله ما ادري، هو اسيوي من شرق اسيا بس ما ادري من وين بالضبط يعني. طيب فانا ما بعرف. على كل يعني إذا المدرس بيهتم بالكلام فممكن هاي هو يهتم. المقدمة كمقدمة ممكن تكون مهمة عنده، لكن الكالكوليشن والحسابات والأسئلة اللي عليه إلها وزنها ما في حاجة اكسبيرمنتال واناليتيكال. لكن صحيح. الانجينيرينج ديفايس، الانجينيرينج ديفايس المعدات الهندسية بصراحة طريقتها في العمل إما باكسبيرمنتال ابروتش أو اناليتيكال ابروتش. الاكسبيرمنتال ابروتش هذه صراحة بتشتغل على الاكشوال فيزيكال سيستم. طيب ويعني طريقتها في الشغل إنها يعني بتقيس الكمية بشكل مباشر. يعني أنا عايز أحسب المسافة، مجرد إني أجيب المسطرة وأقعد أقيس بالطول باستخدام المسطرة هذا يعتبر اكسبيرمنتال ابروتش. اما الاناليتيكال ابروتش لا، هذا الجماعه تعين الاناليتيكال يعني قدروا تقدير يعني مثلا انا عندي غرفه والغرفه دي 30 مثلا 30 بلاطه، البلاطه الوحده ربع متر، فانا بقول 30 بلاطه في ربع متر يعني كاني قلت 30 على 4 يعني 7.5 متر.
لاحظ اني انا صحيح انا في الاخير حصلت على قيمه عدديه نيوميريكال فاليو، لكن الحكايه كان فيها ايش؟ كان فيها يعني تحليل. انا جلست وشفت، شفت كم بلاطه، والبلاطه الواحده انا اعرف انها ربع متر، يعني هذه بيعتبروه اناليتيكال ابروتش. اذا الاكسبيرمنتال ابروتش زي ما قلنا انه هذا هون ديلز with ايش؟ with actual physical system، يعني هو بتعامل بشكل مباشر مع الايش؟ مع السيستم اللي عندنا. كويس. and desired quantity، والقيمة اللي احنا بنرغب ان نوجدها شو مالها؟ it determined by measurement، يعني صراحة تتحدد by using measurements، يعني تستخدم فيها طريقة القياس. أما الطريقة الثانية اللي هي الاناليتيكال ابروتش، هذه إيش مالها؟ هذه صراحة مالها؟ هذه obtained are subject to the ايش؟ accuracy of assumptions approximation، يعني هذه deals with قلنا assumptions، يعني deals with accuracy، فيها دقة assumptions في عندنا assumptions وعندنا approximation idealization. إذن طيب، إذن عندنا approximation، في عندنا تقريبات، that used to make analyzation، أو عشان نعمل analysis. طبعا هذه بتمتاز انها fast، وبتمتاز انها expensive، بتمتاز انها fast وانها inexpensive، يعني كل، يعني الحكاية بتعتمد على انك تحلل. زي ما قلت لك، يعني لما بتشوف عدد بلاطات معين وبتضرب في طول البلاطة، يعني فيها تقدير، فيها برضو يعني مش غير، يعني مش، يعني هي مش جيسنج يا شباب، هي فيها نوع من انواع التحليل. يعني انا اعرف انه البلاطة الواحدة او المربع الواحد ربع متر، في 30 في الربع تقريبا، يعني بتطلع تقريبا حول 7.5. طيب إذا أي فيزيكال بروبلم، عشان أصل، أي لما يكون عندي دائما مشكلة، عشان أتحرك من المشكلة لحل هاي المشكلة، شو لازم أول شيء لازم أعمل؟ لازم أحدد المتغيرات الهامة، لازم أعمل الريزونبل أسامبشن وأبروكسيميشن، لازم أعمل أبلاينج للريليفنت فيزيكال لوز، لازم أشوف القوانين المرتبطة فيهم، لازم بعدين اعمل ديفرنشال ايكويجن، بعدين الديفرنشال ايكويجن هذه اسوي لها، اشوف شو السوليوشن المحتمله، اطبق الباوندري كونديشن، يطلع معاي الفاينل سوليوشن. يعني بالعربي، في حركتي من الفيزيكال بروبلم لغايه ما اصل للسوليوشن حق البروبلم، في عندي مجموعة من الإيش، من الخطوات لازم أعملها. يعني أنا تحركت من الفيزيكال بروبلم. إيش معنى فيزيكال بروبلم يا شباب؟ شو يعني فيزيكال بروبلم؟ يعني نفترض إنه عندك
شيء معين وانت بتشتغل عليه بتدرس فيه. وهذا الشيء يعني انا بدي اخترع قانون معين بدي. فصراحة في البداية لازم ابدا بالفيزيكال بروبلم اللي هي يعني المعضلة اللي عندي او الشيء اللي انا عايز احله. اشوف في البداية اذا لازم ايدنتيفاي، لازم احدد الايش الامبورتنت فاريبلز. طبعا اهمية هذا الكلام وين بتبين؟ في تشابتر 2. في تشابتر 2 بيعطيك مسألة، فالمسألة اللي بيعطيك اياها هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن الفيزيكال بروبلم. في النهاية انت حتصل للسوليوشن في حركتك من في يعني اثناء حركتك من الفيزيكال بروبلم للسوليوشن لازم يكون عندك مجموعة من الخطوات. اول خطوة انك تحدد الامبورتنت فاريبل، بعدين انك تعمل اذا ميك ريزونبل اسامبشن. ريزونبل يعني معناها مناسب، اعمل الاسامبشنز والابروكسيميشن المناسبه. اسامبشنز اند ابروكسيميشن. اذا وين الابروكسيميشنز؟ وين الاسامبشنز الهامه؟ بعدين اعمل ايش؟ اعمل ابلاين لايش؟ للريليفنت فيزيكال لوز. يعني شوف لنا الريليفنت، ايوه شوف لنا قوانين الفيزياء اللي بتنطبق على هذا الموضوع المرتبطه في هذا الموضوع. صراحه الخطوات الثلاثه الاولى توصلنا لايش؟ توصلنا الخطوات الثلاث الأولى توصلنا لإيش؟ للديفرنشال إيكويجن. يعني أنا بهذا الشكل وصلنا لمين؟ وصلنا للديفرنشال إيكويجن. كويس؟ او في ناس بيكتبوها زي هيك differential equation. طيب بعدين في عنا كمان مجموعه من الخطوات بنعمل، بنشوف الـ applicable solution apply. شو الحل الـ شو الحل تاع الـ شو الحل المحتمل. بعدين بدنا نعمل apply لمين؟ للباوندري كونديشن. بعدين في الأخير وصلنا للسوليوشن لهاي البروبلم. معي؟ إذا في عندي خطوتين بعد الديفرنشال إيكويجن وفي عندي ثلاث خطوات قبل الديفرنشال إيكويجن. طيب في ال بدي بقول لك انه الانرجي في منها فورمز متعدده. في عندنا ثيرمال، عندنا ميكانيكال، هذه اشكال الطاقه المختلفه. في عندنا كاينتك، الميكانيكال في منها كاينتك وبوتنشال انرجي. في عنا إلكتريك، في عنا ماجنتيك، في عنا كيميكال، عنا نيوكليار. كل هذه أشكال طاقة مختلفة. البوتنشال والكاينتيك اللي احنا بنسميها ايش؟ هالحين لو انت جمعت اشكال الطاقه المختلفه يطلع معاك مين؟ يطلع معاك التوتال يطلع معاك التوتال انرجي. طيب
إذا إي ترمز لإيش؟ للإنرجي. طيب الإنرجي في منها أنواع في منها أنواع ماكروسكوبيك، وفي منها أنواع مايكروسكوبيك. الماكروسكوبيك اللي هي it can be it can be seen by eye، يعني ممكن نشوفها بالعين. أما اللي it cannot be seen by eye، الأنواع اللي بنشوفهاش بالعين هذه بنسميها مايكروسكوبك. الأنواع الطاقة زي الكاينتيك انرجي، البوتنشال انرجي، هذه ممكن نعتبرها ايش؟ مايكروسكوبك. أما الانترنال انرجي هذه مايكروسكوبك، يعني لأنها مرتبطة بمين؟ مرتبطة بالجزيئات تحت المادة. فطاقة الطاقة الداخلية هي طاقة مايكروسكوبية، يعني لا ترى بالعين المجرد. طيب البوتنشال الانترنال انرجي هي عبارة عن الكاينتيك انرجي زائد البوتنشال انرجي لمين؟ للمولكيولز. وهذا سبب تسميتها بالطاقة الداخلية. ليه؟ لأنه هي عبارة عن مجموع الكاينتيك انرجي، كويس، هي مجموع الكاينتيك انرجي والبوتنشال انرجي لجزيئات النظام. طيب الهيت في منها نوعين، نوع نسميه السنسبل هيت ونوع نسميه الليتنت هيت. الكيو اللي هي الهيت يعني، ها السنسبل هيت اللي هي الحرارة المحسوسة، الحرارة الكامنة اللي هي الليتنت هيت. ماشي الحال؟ السنسبل هيت السنسبل هيت بقول لك هي عبارة عن كاينتيك انرجي اوف مولكيولز. إذا الطاقة الحركية للجزيئات هي السنسبل هيت. أما الانترنال أما الليتنت هيت فهي عبارة عن الانترنال انرجي، هي عبارة عن الانترنال انرجي، كويس، لما الفيز يتغير. يعني ايش لما الفيز يتغير؟ يعني لما المادة تتحول مثلا من ليكويد لسوليد، او تتحول من ليكويد لغاز، او تتحول من سوليد لليكويد، زي هيك. اذا الليتنت هيت هي عبارة عن الانترنال انرجي لما الفيز يتغير. في عندنا الكيميكال انرجي، هي طاقة مخزنة في وين؟ طاقة مخزنة في الروابط الكيميائية. إذا energy stored in chemical bonds، في الروابط الكيميائية. bonds معناها روابط كيميائية. طيب أما الـ nuclear energy، أما النيوكليار إنيرجي فهي عبارة عن الطاقة اللي مخزنة في الروابط النووية.
إذن stored associated زي كذا energy stored in nuclear bonds في الروابط النووية. علشان هيك أنت متى بتشوف الطاقة النووية؟ بتشوف الطاقة النووية لما تكسر الروابط النووية، لما تكسر النواة تطلع الطاقة اللي كانت تربط مكونات النواة في بعضها البعض، لما تكسر المركب الكيميائي تطلع الطاقة الكيميائية اللي ايش اللي كانت مخزنة في الرابط الكيميائي. طيب سؤال بيطرح نفسه، شو الفرق ما بين الثيرمال انرجي والهيت؟ صراحة الثيرمال انرجي او الهيت، الهيت هي عباره عن ثيرمال انرجي، لكنها ثيرمال انرجي في حاله ايش؟ في حاله انتقال. طيب انا عندي الانترنال انرجي وعندي البي في، البي في اذا جمعته مع الانترنال انرجي اعطاني الانثالبي، فالانثالبي وهي الانترنال انرجي والبي في هذه هي الفلو وورك. اذا انا اذا جمعت الانترنال انرجي مع شغل الجريان مع طاقه الجريان اعطاني الانثالبي. علشان هيك الانثالبي ايش تعتبر؟ الانثالبي تعتبر it is a combination. ايش يعني combination؟ يعني عبارة عن مجموع of internal energy and flow work. إذن لما بجمع ال internal energy وال flow work بيطلع معي مين؟ بيطلع معي الانثالبي. طيب الحين انا لو جيت على ال H بتساوي ال U زائد ال B V ورحت ضربتها بالواحد على الماس، فصراحة هتصير ال specific enthalpy تساوي ال specific internal energy زائد ال B في ال V. كويس. طيب الآن عندنا حاجة اسمها الـ specific heat. الـ specific heat أو اللي هي الحرارة النوعية رمزها C، وهي عبارة عن الـ energy required اللي نحتاجها to raise، بنحتاجها حتى ان نرفع temperature of unit mass of substance by 1 degree. من وين جاب هذا التعريف يا شباب؟ التعريف هذا جابه من القانون كيو بيساوي ام في سي في دلتا تي. فلو الماس واحد يونت، ليه قال واحد يونت؟ ما قال واحد جرام ولا قال واحد كيلو جرام ولا قال واحد باوند، قال واحد يونت. طيب والدلتا تي احنا عايزين نرفع المادة درجة واحدة، يعني واحد ديجري. فلو انا عوضت بدل الام واحد وبدل الدلتا دي واحد، شو تصير لكيو؟ تصير سي بس. علشان كذا شو تعريف السي؟ السي هي الكيو. اذا الكتله واحد يونت والدرجه اللي عايزين نرفعها واحد ديجري. اذا لاحظوا يا شباب انه التعريف من وين جاي؟ جاي من القانون انه كيو بتساوي ام في سي في دلتا تي. طيب يا شبابنا كل مادة سي هذه تختلف، هذا السي يعني زي مين؟ زي الدنسيتي.
ايوه يعني ايش؟ يعني تعتبر كاركترستيك بروبرتيز، كاركترستيك بروبرتي يعني حاجة مرتبطة في المادة. يعني مثلا السي للووتر تختلف عن السي لمين؟ للكبر، للنحاس. ماشي الحال؟ سي النحاس غير سي المي. طيب نكمل يا شباب، لأنه خلصت الـ40 دقيقة. نبدأ على طول، هبدأ في فيديو ثاني على طول مباشرة وراه. هبعت الرابط على الجروب يا شباب.